حمدا لك رب ملء السماوات والأراضين وملء ما بينهما يا رب، وملء ما شئت من شيء بعد يا رب. أشهدك يا رب في عليائك، وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، وأشهد جميع خلقك أنك أنت يا رب الله لا إله إلا أنت، تفعل في ملكك ما تشاء وتحكم بين خلقك كما تريد، تخفض من ارتفع وترفع من تواضع. لا إله إلا أنت، لا أحصي ثناء عليك على منبر رسول الله كما أثنيت، أنت سيدي ومولاي كما أثنيت على نفسك، جل 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 وجهك، وعز عز عز جارك ولا إله غيرك. أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن حبيبك محمد هو رسولك، اصطفيته بين كل خلقك فبعثته بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فلم يرحل إلى جوارك حتى عاش 23 عاما، مذ قلت له وخاطبته بقم فأنذر، وهو ينذر هذه الأمة ويبين لها ما ينفعها ويسترد كرامتها ويجاهد من أجلها لكي تكون لها مكانة تحت الشمس. صلوا عليه، صلوا على معلمنا العزة، صلوا على العزيز. ألا إن العز لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وصلى الله مثلها على سائر النبيين والمرسلين، ورضي الله عن الأتباع وعن كل المؤمنين في كل وقت. أما بعد، سأتحدث عن نقطتين في كل نقطة نقطتين. أما النقطة الأولى، ما هو أثر انتفاضة الشعبين التونسي والمصري؟ سأتحدث عن ثمرتين فقط من ثمرات الثورة. الثمرة الأولى تقول بلسان الحال وأنتم تشاهدونها: لا مستقبل للمستبدين والظلم على أرض المسلمين. انتهى زمان الهزائم في جنوب لبنان وفي فلسطين، وسينتهي الاستبداد على أرض المسلمين إن شاء الله. فإن للمستبدين جولات، وللحق ساعة، إذا جاء الحق سيزهق الباطل. الباطل باطل يشمخ ويرتفع ساعة، والحق إلى قيام الساعة. لقد جاء الحق رأيناه، وزهق الباطل. إن الباطل كان ماشي غير زاهقة، اسم فاعل، صفة المبالغة. أتظنون أن بقاءه إنما هو من، والله إن الغرب كله يقف معه. كث ثبت، وإلا فإن الباطل كان ماشي زهوقا زهوقا. فهذا الاستبداد لا يطول، ولا يطول خاصة إذا طلب الشعب حقه في الحرية وفي مشاركته في اختيار من يحكمه. وهي رسالة لكل من يريد أن يسيطر على الساحة ويزعم أنه يمثل الشعب. أنا بطبعي راني على المربطة رسول الله، أنا أسمع إلى البرلمانيين فلا أجدهم يمثلونني، والله تكلموا شكا، ولا أجد نفسي في الإعلام، ولا أجد نفسي في التعليم، ولا أجد نفسي وفكري كمواطن مغربي مسلم في هذا الدستور هو الإسلام، لا أجده في المهرجانات، لا أجده في الفن، لا أنا حيثما خرجت رأيت نفسي غريبا غريبا. نعم، أنا لا أجد حتى من يشبهني، يعني يشبهك أنت، يأتون به في التلفاز لمناقشة موضوع ما، يأتون بنفسي ناس بنفسي صنف الذي يحمل نفس الفكر والتوجه، ويزعمون أنهم يمثلون هؤلاء الذين يملؤون المسجد. هذوك يمثلونكم،
لا إله إلا الله. فتدارك الأمر، لا تستهينوا بالشعوب، لا تستهينوا بالشعوب، لا تستهينوا بالشعوب يا أيها الدكتاتوريين في العالم العربي، لا تستهينوا. عزتكم والله فين مع شعبكم، والله من يحبكم، والله حتى يموتوا قدامكم كذبين ولن يصل إليكم العدو، أقسم بالله. إذا أحبت الأمة قائدها أقسم بالله لتموتن الأمة كلها ذودا عن حرمة القائد وحرمة الحاكم وحرمة المسؤول إذا أحبته. وإذا لم تحبه تكون هي من تشنقه وتحاكمه. خان المتوكل في السعديين، خان، خان. فنصب عبد الملك خليفة، فوقعت معركة وادي المخازن، فقتل سيباستيان المغرور الذي جاء بالصليب لكي يعلقه في القرويين، وقتل المتوكل. فماذا فعل الشعب مع الخائن؟ صلبوه، ثم سلخوا، ثم ملأوا جلده بالتبن وصاروا يجوبون به أقطار المغرب كلها. خائن، متواطئ مع اليهود، متواطئ مع الصليبيين. لا تغترن ولا تهزأن ولا يسقط الشعب أبدا أبدا في نظر الحاكم، فإن فعل فقد وقع في ورطة لا مخرج منها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الأول. ثمر الأول وهي إذا قام الشعب فالمستبد إلى زوال. طيب الثاني، الثمرة الثانية سقوط الاستبداد، نسأل الله أن يحققه اليوم في جمعة الرحيل. إذا وقع أن نجحت الثورة وأخذت الأمور بيدها في مصر، وهذا الذي نسأل الله تعالى، فإن العالم بعد نجاح الثورة ليس كالعالم قبل نجاح الثورة. تغيير في المعادلة السياسية، ليس الإقليم، الدولية، مصر، 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 وما أدراك ما مصر. لقد دخل التاتار إلى بغداد وأسقطوها كما أسقطها تاتار اليوم، وزحفوا نحو مصر وأرادوا لمصر أن تستسلم. فما كان من القائد المملوكي مع العز بن عبد السلام العالم إلا أن جمعوا جيشا من مصر، وبدأت المعركة في الصباح. وكان يقول الناس إذا سمعت أن جيش التاتار انهزم فلا تصدق، كما يقولون عن أسطورة ما يسمى بجيش الصهيوني الذي لا يقهر نفسي. فقام الملك المظفر قطز فقاتل، فلما رأى الجارات يحيطون بجيشه بدأ المسلمون المصريون يفرون، فألقى الخوذة من على رأسه وصرخ فيهم وإسلامه وإسلامه وإسلامه. فعاد الجند فتقاتلوا وقاتلوا باستماتة منقطعة النظير، وفتحت السماء تستقبل إرسال الشهادة، ولم يزل اليوم حتى انهزم التاتار في معركة عين جالوت. فيا أحفاد المظفرين في عين جالوت الذين أنقذتم مصر وشمال إفريقيا، لأننا لن نتوقف المغول عند مصر، كانت شمال إفريقيا ستكون لقمة سائغة بعد سقوط مصر. يا أحفاد المظفرين في عين جالوت، إن انتصاركم سيغير طبيعة العلاقات الدولية، وأول ما سيكنس
وما سيكنس، وأول ما سيكنس الاستسلام. لن تستسلم الأمة ولن تسلم القدس كما أراد هؤلاء الخونة أن يسلموها. الأمة لن تسلم في فلسطين. اسمع مزيان، أمة رسول الله قد يعتريها الضعف وقد يعتريها في لحظة الغفلة، ولكن أقسم برب الأرض والسماء لن تسمح أمة محمد في فلسطين. دسوا دسوا، قولوا المسلمين والله وقت حاربوا الإخوان ولا غير إخوان، والله مسبتوا سيد ربي وعيدوا الكلمة للإسلام. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنار، أقسم بالله لا تفتحن روميا بعد أن فتحت القسطنطينية. هذه الأولى. أما الثانية التي فيها نقطتين، فإن ثورة مصر كما كان لها ثمار زوال الاستبداد وتغيير العلاقات الدولية، هذا ثمرها، فإنها كباقي الفتن والامتحانات والاختبارات لا بد أن تميز بين الصفوف. ويا رب يا رب يا رب، لا بد ككل الفتن. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد. وقد ميزت، أتكلم عن مجالين. أما المجال الأول فميزت بين الإعلام المجاهد الثائر الذي يعبر عن وعي الأمة والإعلام الذي لا زال يمارس التجيل واستحضار عقول الناس. وهنا أقف على منبر رسول الله لكي أقف بإجلال لقناة الجزيرة، حي الله العاملين فيها وأدامهم الله خدمة للبلاد والعباد. جزى الله قناة الجزيرة متنفسنا. شكون اللي يتفرج اليوم الأولى ولا الثانية؟ شكون اللي يتفرج؟ روحوا تفرجوا قد نقلبوا نصيب الشيخات. فلقيت تديروا لنا الشيخات؟ هذا هو الإعلام. هذه يا جوزان، من يعذرني في قنواتنا التي نمولها بمالنا؟ وقف الفنانون، فنانون هذا الفنانون حتى هما عند ايوا عند دوزيم، وبقوا يقولوا واسمه يا الشعر اللي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله. وقف الفنانون المغاربة يحتجون أمام مقر دوزيم، ومن الشعارات التي رددوها فلوس الشعب في نمشات في الدبلجة والسهرات. هذول الفنانين ماشي هنا، هذول الفنانين الممثلين والمغنين المغاربة، ده هما يشكونا واسمه انحياز القناة لمن الاخرين. فلوس الشعب في نمشات في الدبلجة والسهرات. وقل ذلك عن القنوات المصرية الرسمية، لقد خرجت وقدمت استقالتها إحدى المذيعات في القناة الرسمية حينما قالت قرأت 5 نشرات كلها تخبر الشعب المصري عن خلو الساحات والشوارع من كل مظاهرة، في حين أن في ساحة التحرير 2 مليون. قلت فين غادي نزيد أنا فيه؟ فين غادي نزيد أنا؟ واش أنا نتكلم بجزيرة الوقوق؟ ايش غير انا بوحدي؟ العالم قاعد يشوفوا هي كتقول في الاخبار. ايها الساده والسيادات مرحبا بكم ان شاء الله الى نشره الاخبار، اليكم الموجز. واسم الموجز؟ لقد خلت شوارع مدن مصر من ايله دوام خيره العام زين، ما كان غير الدعم ما حتى واحد. ايش هذا الشيء هذا؟ هذه الاولى عزلت لنا ما بين قنوات اللي راحنا نجريو غيقلعوها بالنايلسات دوروا عليها الناس وعربسات وراهم يجريوا معها فين ما مشات تابعينها. احنا جيعانين على الحرية، ربما الخبز يغلى والبطاطا تغلى وما نهضروش، لكن احنا خصنا شوية الحرية اللي يقول اللي يعبر علينا. صافي رانا خماجين. اسمعوا غير هذا، وما ذهب جاء المسؤول فلان صاحبي عبر شوية على الشعب وورينا واسمه كاين.
هذه الأولى. هم الثاني الذي ميزت به فتنة مصر وهم العلماء والدعاة، فظهر العلماء المنحازين إلى صف الحق فقالوا كلمة الحق، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي أطال الله عمره وأبقاه ذخرا للأمة. قائدنا رائدنا الشيخ يوسف القرضاوي، الله، وثل من العلماء الصالحين والدعاة الصادقين في كل بلدان العالم الإسلامي والعربي. وظهر أيضا المعممين من أصحاب اللحى خريجي الأزهر والمسؤولين عن هذه المؤسسة وبعض علماء ما يدعون بالسلافي. تعرفوا تفتي في القضايا انتع الحيض انتع الدم انتع والقضايا اللي كتهم أمة محمد تقاو تدرغوا. سكت سكت، إذا لم تستطع قول الحق فاخرس، كن شيطانا أخرس خير من أن تكون شيطانا ناطقا. كن شيطان أخرس، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فكن شيطان أخرس. ياك أنت اللي تروي الحديث الصحيح، حديث صحيح ولا غلط؟ حديث صحيح ولا؟ هل اللي حافظ المسند؟ هل اللي حافظ الصحيح؟ هل اللي حافظ؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس، هو صحيح ولا باطل ولا موضوع ولا؟ وهند. ولذلك لما رأيت خطيب ميدان التحرير يخطب في الناس ليست له لحية، يرحم لك يا والدي، ما عنده لا تهمة انتع الإخوان ولا انتع السلفيين، وانا شاب صغير وصار يخطب في مليونين من البشر يفند الدعاءات الباطلة للفرعون ويصر على دعوة الناس بالثبات والصبر وأن النصر مع الصبر. فاصبر ساعة وإنهم كما قال الخطيب لن يتراجعوا حتى يرحل هذا الطاغوت. وقال كلمته اليوم في الجموع وهم يرددون: نحن شعب مصري لا نرضى لأحد من الخارج أن يتدخل معنا، فينا المسيحي، فينا المسلم، فينا الكبير. ثم قال في النقطة الثالثة: وكما أننا لا نقبل اليد الخارجة لتعبث بنا، فإننا نقول لأمريكا وللغرب: قف عند حدك، فالشعب المصري على قده قادر على أن يسوق الأمر لوحده، فلا تتدخل في شأننا. قال لأمريكا والغرب: لماذا تتدخلون في الشعب المصري؟ أحسبتم الشعب المصري شعب يتامى لا أب لهم، شعب صغار لا عقل لهم، شعب مجانين لا حكمة لهم؟ لا. وهكذا. إذن ففصلت بين إعلام جاد يخدم الأمة وإعلام يسير في ركب استحمار الناس، وبين علماء صادقين يقفون وينحازون مع الأمة، وبين علماء ودعاة. نسأل الله تعالى أن يغفر للجميع. يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا رب كما جمعتنا اليوم في هذا المسجد اجمعنا غدا مع الحبيب رسول الله كما جمعت بين الروح والجسد. افتوا يديكم وحضروا قلوبكم. يا رب في هذه الجمعة كما اجتمعنا اليوم على طاعتك نقيم فريضتك، نسألك أن تجمعنا جميعا مع الحبيب يوم القيامة كما جمعت بين الروح والجسد. اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، اقض حوائجنا، اصلح أولادنا، اصلح بناتنا. لا تعذب أحدا من أمة حبيبك محمد، لا تبت مسلما حتى تتوب عليه. اللهم يا رب انصر إخوتنا في مصر، اللهم انصر الشعب المصري، اللهم تقبل شهداء وارفع منزلة شهدائه مع حمزة، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم ارحم ثكلاهم، اللهم ارحم اليتامى منهم،
اللهم أنزل السكينة على قلوبهم. آمين. اللهم أيدهم بجند من عندك. آمين. اللهم يا رب أيدهم بجند من عندك. آمين. اللهم أنزل عليهم من نصرك. آمين. اللهم يا رب يا رب يا رب هدم بهم نظام مبارك. آمين. اللهم عزل بهم عروق الطاغوت في مصر. آمين. اللهم يا رب انصر إخوتنا في تونس. آمين. وانصر إخوتنا في كل مكان. آمين. اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين. آمين. وانصرهم في العراق. آمين. وانصرهم في كل مكان. آمين. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين. آمين. وبجند أمريكا الطغاة الظالمين. آمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك. آمين. اللهم سلط على الإدارة الأمريكية. آمين. ما يشغلها إلى يوم الدين. آمين. اللهم سلط عليها فتنة هوجاء. آمين. لا تبقي ولا تذر. آمين. حتى تشغل عن أمة محمد. آمين. محمد السادس يا رب أره الحق حقا وارزقه اتباعه. أمين. يا رب أره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. أمين. يا رب وفقه للعمل الصالح. أمين. ووفقه يا رب لصالح العمل. أمين. يا رب أيده ببطانة ممن يخافون الوقوف بين يديك ليتحملوا المسؤولية عن أمة رسول الله. أمين. يا رب يا رب ولي أمورنا خيارنا. أمين. لا تولي أمورنا شرارنا. آمين. وارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. سيدي ومولاي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وأنت أعلم بنيته وقصده فأعنه. آمين. ووفقه وسدد خطاه. ومن يعيش والعياذ بالله يريد الكيد للإسلام والمسلمين وأنت أعلم بنيته وقصده وخططه فاجعل تدميره تدبيره. يا جبار السماوات والأرضين، من قبل أن يستفحل شره وينتشر فساده أستسمحكم على هذه الإطالة. صلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأنت يا أخ الإسلام أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.